قمت باختيار من أسمعنا ومن صلى بنا التراويح. هو أنتم اللي ربيتوه، أنتم اللي خرجتوه، وباباه ويمه. لا أكرمه هو لأني لا أستطيع ما وأجد له من تكريم، ما نجمتش. إذن سأكرم أبوه وأمه. هو ما زال كذا، ولكن يعيش في الجزائر، يعيش في عين البحر. صحيح. هم في حمايه. اليوم نوصي عليه، نوصي عليه باباه، ونوصي عليه يماه، ونوصي عليه الاسره الشؤون الدينيه، باش يكون ان شاء الله منبر من لا نتركه الذهاب الى اي جهه، يبقى في الجزائر معنا من اجل اعطاء الوجهه تاع هذه المنطقه. دروك راني رجعت لكم هذا وضع سميح، فهمتني؟ راني رجعته لكم ليكم بعدكم تخلوا. واش خص قلنا؟ لما خليني انا نزوجوا بابا باش ما يكذبش. شكرا، بارك الله فيك.